راح اسوي لعبه واختبرك اشوف خلال اليومين اللي فاتوا شنو الكلمات اللي تعلمتيهم بالعراقي. شنو تعلمتي؟ هيدا شاي مالتيك. مالتي وهيدا مالتي صح تبعك وتبعي يعني باللبناني. وبعد شو تعلمتي؟ تعلمت احكي. اوكي حلو. احكي صح؟ احكي يعني احكي ولا لا يا قلبي ولا عمي شنو؟ صح. شنو يعني؟ شنو يعني ولا عمي ليه؟ صح. شنو؟ ايه شكو ماكو. شو في ما في؟ صح بس قوليها شكو ماكو. شكو ماكو عافية. بس انا بوعدك انه انا من كل بلد باخذ كلمة بستعملها يعني. من سوريا بقول يو وبقول كمان وبقول كمان بنوب. بنوب بنوب. بس قلتي ولي. ولي علينا. ولي على قامتي. ولي على قامتي سمعتش ايه. من الاستوديو ولي على قامتي هو اللي اخذته من انا اشتغلت كثير مع ناس سوريين اخذته. فانا رح اخذ شنو من هون. واني اتمنى اشوفك هنا دائما وكل اهل لبنان ينورون ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. مستعده سيري نرجع اولاد صغار جدا نلعب على الثلج مثل ما تقول فيروز. يلا يلا يلا, يلا.